معلش ما بايد المشروع اللي مقدمه ان مع تحفظات على بعض المواد يعني على بعض المواد يعني. وهو حاليا يعني احنا بنؤيد هذا المشروع مع بعض التعديلات من خلال المناقشه. اتمنى ان مجلس الشعب يوافق على مناقشه المشروع النائب محمد فؤاد في اقرب وقت. تمام. لان فعلا احنا في حاجه ماسه لتعديل هذا القانون. تمام. انت احنا دمرنا الاسره المصريه لمصلحه مين؟ مصلحه مين؟ صح. بس دمرت الاسره ودمر المجتمع الحقيقه. الطفل اكثر واحد بالكامل كل الاطفال اللي طالعه جيل وحش جيل وحش جيل مدمر نفسيا. الحقيقه ان هي مشكله طبعا. وان الواحد احنا كنا بنتمنى طبعا ان احنا نبدا من حيث المواثيق الدوليه اللي احنا موقعين عليها يا فندم. وبعدين نبتدي داخليا بقى يا سياده المستشار نعدل في الفصوص. فيها امور اساسا يعني بعض يعني داخليا نقدر نعدل يا فندم في الفصوص تعالج الحالات الشاذه او الحالات اللي هي مش هطور على الحاجات الفرديه. حالات حضرتك وقعت عليه في الامم المتحده وانا عندي مجلس نواب موقر محترم. انا بحترمه وكلنا بنجله ونقدره. المفروض نأدي الدور اللي عليه في هذا التشريع. تمام. فأقرب وقت ممكن. تمام. طيب طيب الحقيقه احنا طبعا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على اللقاء ده. انا عارفه طبعا انه الوقت ما كفاش ان احنا نقول كل حاجه، لكن احنا برضو في النهايه بنقول ان لينا لقاءات كتير لسه في الموضوع ده، وهعمل حلقه تانية وحلقات اخرى ان شاء الله. هنلتقي برضو بالسيدات علشان نشوف وجهه نظرهم ايه ورايهم ايه.